يعني نفهم من حضرتك ان انزلاق الغرفه اول ما بيخرج بره هو ده اللي بيخلي يسبب ان العصب يبقى قال، ممكن الواحد يلاقي رجله تعبان، ظهره مش قادر، تمام، لان هو في الحاله دي كتف الكلام دوت، صح كل الكلام ده، بس هو بيختلف باختلاف الانزلاق الغضروفي الكلام. ده كلام شامل، بس في الاخر لما نيجي نقسمه بيختلف، لان على كل مستوى بتبقى خروج الجذور الاعصاب بتغذي المنطقه اللي لها علاقه بيها. يعني لو افترضنا مثلا او قلنا عن الفقرات العنقيه، نتكلم عن تغذيه الايدين الطرفين العلويين، وبالتالي في انزلاق غضروفي عنقي يبقى في مشكله فين؟ في العنق وفي في الذراع. انما المنطقه القطنيه ما يحصلش الم فوق، بعض الناس بقى عندها سمع تحت. برافو عليك. هنا في الحاله دي لما يحصل انزلاق غضروفي قطني يبقى المشكله في الم اسفل الظهر، وتسميع الالم ده يبقى في الرجل، لان عصب الرجل خارج من المنطقه الايه القطنيه، وعصب اليد خارج من المنطقه العنقيه. ان بعض الناس بيهيئ لها لما يكون عندها انزلاق غضروفي مثلا قطني يقول لك يا دكتور انا ظهري بيوجعني ورجلي ودراع، ده حتى وصل الالم وصل لدراعي، وبقى فاهم ان الموضوع غلط. ولكن من المعروف ان معظم الناس اللي بيجي لهم انزلاق غضروفي قطني ممكن يصاب برضه بانزلاق غضروفي عنقي.